هذه نشرة الثامنة صباحا وفي عناوينها: موسكو وبكين ترفضان القرار الأمريكي ضد إيران، وطهران تؤكد أن واشنطن لن تنجح في تصفير صادراتها النفطية. نحن لن نيأس من الانتصار ومن الحوار. البرهان يؤكد مواصلة السعي للحوار مع القوى المدنية، والمعارضة تتهم القوات الأمنية بمحاولة فض اعتصامها بالقوة. قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في سلفيت. رئيس أركان الجيش الجزائري ينتقد رافضي مبادرات الحوار ويحذر من دفع البلاد إلى الفراغ والعنف. السعودية تنفذ حكم الإعدام ب37 شخصا بسبب انتمائهم المذهبي. الأمم المتحدة تعلن مقتل 250 ألف يمني في حرب التحالف السعودي. أهلا بكم. انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح للميادين، انتقد السياسة الأمريكية الخارجة عن كل الأصول والأعراف الدولية. وفي مستهل زيارته لنيويورك وصف ظريف أعضاء إدارة ترامب بأنهم تحولوا إلى مجرد بيادق في لعبة رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغة الخطورة على أمن المنطقة واستقرارها. الولايات المتحدة أظهرت أنها ليست شريكا تفاوضيا يمكن الوثوق به. لقد أظهرت ازدراء للقانون الدولي والاتفاقاتها وقراراتها، وبالتالي الأمر لا يعود إلى إيران لكي ترجع إلى التفاوض، بل إلى الولايات المتحدة. فإيران لم تغادر طاولة المفاوضات، وما زلنا نجتمع مع شركائنا في الصفقة النووية. من جانبها، أكدت وزارة النفط الإيرانية أن قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات لن يؤثر على تصدير النفط الإيراني. ملحم ريا. مرة جديدة تستهدف الولايات المتحدة الاقتصاد الإيراني ضمن ما تسميه إيران بالإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف الشعب للضغط على النظام. قرار إنهاء الإعفاءات الأمريكية ردت عليه طهران بالتأكيد أنه لن يجدي نفعه ولن يغير من الاستراتيجيات الإيرانية. رسالة واضحة ترفض الإملاءات والشروط الأمريكية. وزير النفط الإيراني من داخل مجلس الشورى أكد أن الحلم الأمريكي بتصفير صادرات إيران النفطية لن يتحقق، في حين استكمل مجلس الشورى المصادقة على تفاصيل قانون الرد بالمثل على أمريكا بعد اعتبار حرس الثورة منظمة إرهابية. نحن نعرف سبب انزعاج أمريكا، وهو أن أنفها مرغ بالتراب في سوريا والعراق وفشلت في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، وتحمل حرس الثورة مسؤولية هذا الفشل، لذلك سلوكها عدائي تجاه حرس. تحاول إيران الاستفادة من الرفض الدولي لقرارات ترامب في المواجهة الدبلوماسية التي تخوضها ضد الولايات المتحدة في المحافل الدولية، ولا سيما مع مساس الإدارة الأمريكية باستقرار أسعار النفط عالميا، الأمر الذي يضر بمصالح دول كثيرة غير راضية عن القرار الأمريكي. تريد أمريكا إظهار جديتها في تصفير صادرات النفط الإيراني، لكنني أعتقد أنها لن تنجح بذلك، لأن هناك طرق متعددة تعرفها إيران واستخدمتها سابقا للالتفاف على العقوبات، لذلك ستزيد من التشاور مع دول المنطقة والحلفاء. تعتمد إيران في المواجهة على حلفائها الأصليين وعلى دول الجوار الذين رفضوا القرار الأمريكي، كما تعتمد أيضا على خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات. ففي ظل عقوبات دولية فرضت سابقا لم تتنازل إيران عن برنامجها النووي السلمي، فكيف سيكون الأمر إذن في ظل عقوبات أمريكية أحادية؟ ملحم ريح، طهران، الميادين. موسكو اعتبرت أن سياسة طهران المستقلة لم ترضي واشنطن، لذا فإنها تسعى إلى حرمانها من عائدات تصدير النفط لتقويض اقتصادها. بيان للخارجية الروسية أشار إلى أن إيران تمنع الأمريكيين من الشعور بالقوة التامة في منطقة ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط، وأنه لم يعد خافيا أن واشنطن تريد إخضاع العالم بأسره لإرادتها. ردود الفعل على تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي ستواصل استيراد النفط الإيراني تنوعت بين مرحب ورافض ومحذر من مخاطر الخطوة الأمريكية. هبة محمود.
سريعا فتحت أنقرة باب ردود الفعل لتدخل الرياح الغاضبة على واشنطن. وزير الخارجية التركي رفض القرار الأمريكي ورأى في الاقتراح المطروح على تركيا بشراء النفط من أي دولة أخرى تجاوزا للحدود. سياسيا هذا ليس صحيحا، أخلاقيا ليس صحيحا، ومن ناحية التجارة فإنه بالتأكيد ليس صحيحا، كما أنه مخالف لقوانين التجارة الدولية وضد قوانين منظمة التجارة العالمية، كما أنه يشكل خطورة على استقرار المنطقة. من سيستفيد؟ سوف تؤدي دور العدو لإيران بدعم إسرائيل. من ناحية أخرى ستزيد مبيعات النفط في البلدان التي تعمل معها. هذا النهج لم يسبق له مثيل في العالم حتى الآن. تركيا تعارض هذه الأنواع من الخطوات. ليست تركيا فحسب، الصين أكبر مستوردي النفط الإيراني رفضت أيضا وتحدت وأعلنت أن التعاون الاقتصادي مع إيران سيستمر تماشيا مع القانون الدولي. الخطوة الأمريكية ستزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط وفي سوق الطاقة على المستوى الدولي. الصين تعارض بشدة تنفيذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب. يجب الحفاظ على التنسيق الموجود بين المجتمع الدولي وإيران وحمايته ضمن أطر القانون الدولي. كوريا الجنوبية وهي مشتري رئيسي للنفط الإيراني تحاول إمساك العصا من المنتصف، إذ صرح مسؤولون فيها أنهم سيحاولون إقناع الحكومة الأمريكية بتمديد الإعفاءات عليهم. أما اليابان فقد أعلنت انسياقها مع الموقف الأمريكي. لقد قمنا بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة حتى لا تتأثر الشركات اليابانية سلبا بالاستراتيجية الأمريكية. سنناقش بنحو مكثف الأمر مع الشركات اليابانية المعنية وسنتخذ التدابير اللازمة حتى لا تتأثر إمدادات الطاقة في اليابان. المفوضية الأوروبية عبرت عن أسفها من قرار واشنطن والتزامها بخطة العمل المشتركة مع إيران. وقالت الخارجية الفرنسية إن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تحقق تقدما إيجابيا. وبالتأكيد ليست كل الأصوات رافضة أو ممتعضة، فالسعودية كانت مع إسرائيل أول المرحبين بالقرار الأمريكي. هذا الترحيب ألحق فورا بترحيب بحريني، وقد جددت العاصمتان الرياض والمنامة تضامنهما مع واشنطن في وقف أنشطة إيران. ماذا في خلفيات القرار الأمريكي وانعكاساته داخل الإدارة الأمريكية؟ غراسيا بيطار. مسيرة طويلة اختارتها أمريكا دونالد ترامب لإحكام الحصار على إيران، فهل تكملها وحدها؟ وهل يمكنها بالتالي أن ترسم لنفسها خط العودة أم أنها أحرقت كل المراكب؟ وأي دولة قد تؤثر حلفها مع واشنطن على مصالحها الاقتصادية والقومية؟ كل هذه الأسئلة مشروعة جراء استمرار الإدارة الأمريكية في تشديد عصا عقوباتها على طهران منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2015. ربما تطمئن أمريكا إلى بعض حلفائها اللصيقين كإسرائيل ودول خليجية، وما الترحيب الإسرائيلي والسعودي والإماراتي إلا خير دليل على ذلك. ولكن ماذا عن باقي الدول التي قرر الوالي الأمريكي التقرير عنها في كل ما يمكن لها أن تستورد من نفط أم لا، ومن أين؟ ربما الموقف التركي يختصر الكثير، فأمريكا وفق مولود تشاوش أوغلو تجاوزت الحدود وتركيا تعارض مثل هذه الإملاءات. وبات من المفيد ترقب مواقف الدول الحدودية مع إيران، ولاسيما أن نحو 30% مثلا من النفط الباكستاني تقوم القبائل المشتركة على الحدود بين البلدين بإدخاله إلى الأسواق الباكستانية. هل سيتأثر القرار الأمريكي بالعلاقة القوية مع الهند مثلا؟ وماذا عن الدول الأوروبية؟ انتهى النقاش، يقول مايك بومبيو الذي يطمح للوصول إلى الصفر في هذه السياسة التصعيدية ضد إيران تماما كطموحه إلى الرئاسة.
ولكن حتى الصفر لا يعني في قاموس بومبيو القيام بنشاطات عسكرية داخل إيران، فهذا ما ينفيه وزير الخارجية الأمريكي وفق موقع أكسيوس. ربما هي الحسابات الانتخابية داخل الإدارة الأمريكية تفرق بين بومبيو وجون بولتون، لكن المؤكد أن الإدارة الأمريكية ليست موحدة حتى بين صقورها في مرحلة هي الأدق ضمن حربها الباردة على إيران. وربما حذف مقال في هذا السياق من موقع ناشونال انترست بعد ساعات على نشره خير مؤشر على ذلك. قال رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع سبوتنيك إن المجلس لن ييأس من محاولة الاتصال بالقوى المدنية والحوار معها. رد فعلنا على هذه المقاطعة هو محاولة الوصول إلى الطرف الموانع والاتصال به. نحن لن نيأس من الاتصال ومن الحوار، لأن الهدف مشترك في النهاية هو الخروج من البلاد، الخروج من البلاد من مرحلة سابقة إلى مرحلة مستقبلية مشرقة تنتشر فيها معاني الحرية والديمقراطية. فترة انتقالية الحكم بمستوياته المعروفة، مستوى سيادي قد يكون عسكري فقط أو مشترك، هذا يخضع للنقاش، ومستوى تنفيذي فيه مجلس وزراء من أكفاء لوجهة نظرنا هنا، ومجلس رقابي ومجلس شورى أو أي هيئة تشريعية تقود التشريع في الفترة الانتقالية. البرهان أشار إلى أن الكثير من الدول العربية والإسلامية اتصل للاطمئنان على الوضع في السودان، آملا في حديثه لسبوتنيك أن تستطيع الحكومة المدنية مباشرة مهامها قريبا. اتصلت تركيا، كل معظم الدول الإسلامية والعربية اتصلت تطمئن على الأحوال. قطر ماذا عن؟ أيضا اتصلت لتطمئن على الأحوال. نشكر رئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر وأيضا الاتحاد الأفريقي لتفهم للوضع في السودان، ونتمنى أنه في الفترة قبل نهاية الفترة المقبلة تستطيع الحكومة المدنية أن تباشر مهامها. وتتواصل الدعوات إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم. العاصمة شهدت أمس تظاهرات حاشدة تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير المعارضة، والتي اتهمت القوات الأمنية بمحاولة فض اعتصامها في الخرطوم بالقوة. وهسه الناس عبره هم بدوا الثوره، وهسه بيثبتوا يعني وجودهم وبيثبتوا انه هم قدر التحدي اللي بدوا به يعني ان شاء الله، واحنا جينا هنا عشان نساندهم ونلقيهم معاهم وينضموا بينا في الاعتصام بتاعنا في الغيابه ان شاء الله. لما جايين تابعين مع الثوره من عمال في السكه حديد، الحكومه كسرتنا عايزين. إلى فلسطين المحتلة، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزل الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية أرئيل التي قتل فيها إسرائيليان اثنان. أكثر من 20 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت وأغلقت مداخلها قبل أن تفرض سيطرتها على منزل أبو ليلى ويتصدى لها سكان المنطقة. قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريت كوشنر إنه سيتم الكشف بعد انتهاء شهر رمضان في حزيران يونيو المقبل عن خطة صفقة القرن، ولم يدلي كوشنر بأي تفاصيل عن هذه الخطة التي يعتبر أحد معديها الرئيسيين. وقالت جاريت كوشنر خلال منتدى لمجلة تايم في واشنطن إنه من الضروري أيضا الانتظار حتى يؤلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته. حذر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أول أحمد قايد صالح من أن تعنت المواقف الرافضة للحوار يدفع البلاد إلى فخ الفراغ الدستوري ويهدد بالدخول في دوامة العنف والفوضى. صالح تحدث عن معلومات مؤكدة حول تخطيط وصفه بالخبيث يهدف لإيصال الجزائر إلى حالة الانسداد. نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعرضة لمؤامرات دنية لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض
لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد التي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفيتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر على تفكيك الألغام، أقول الألغام التي زرعها هؤلاء المفسدون في مختلف قطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات. في الأثناء سحبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني سحبت الثقة من الأمين العام للحزب جمال ولد عباس وجمدت عضويته. ويأتي ذلك فيما تظاهر آلاف الطلاب مجددا في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين. هذا وقد منعت الشرطة الطلاب من إغلاق الطرق واستخدمت الغاز المسيل للدموع. دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا واستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في قصر قرطاج نبه السبسي من أن هناك اتجاها للتصعيد في طرابلس، فيما دعا المجلس التونسيين إلى مزيد من اليقظة والتضامن لمجابهة مختلف التحديات في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وعلى خلفية معارك طرابلس يشهد معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا استنفارا أمنيا، فيما لم تسجل حركة دخول للليبيين زيادة كبيرة. مراد الدلنسي. المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا حيث ارتفع نسق تدفق الليبيين نحو التراب التونسي بشكل طفيف منذ بداية مواجهات طرابلس. تبدو حركة العبور هادئة، لكن الاحتياطات الأمنية التونسية مكثفة، فالخشية من تأثير الحرب على تونس أمنيا متوقعة، لكن التأثير الحاصل والمؤكد هو اقتصادي بالأساس. فعشرات الآلاف من العائلات في مدينة بنجردان تعيش على عائدات التجارة البينية بين البلدين. فرضية انتشار الحرب في طرابلس أو حتى في مدن ليبية أخرى ما زالت تمثل الشغل الشاغل للتونسيين هنا. في ليبيا عديد من السجون اللي فيها أرقام كبيرة من العناصر الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة، كلها بطبيعة الحال ستكون وجهتها دول الجوار من بينها تونس. أيضا الانفلات الذي سيحصل على مستوى العناصر هذه وعلى مستوى تجارة الأسلحة، وأيضا وتعرفوا أن الجماعات الإرهابية والجماعات التكفيرية تنتشي بالفوضى لتحصل في أي مكان. أيضا في جانب آخر، الجانب الاقتصادي له تأثير مباشر، تشوفوا بدأ يؤثر على المناطق الحدودية وانتم اليوم في بنجردان تأثير واضح. فانتشار المعارك بين قوات خليفة حفتر وحكومة الوفاق ساهم في انقطاع المحروقات في عدة مدن ليبية، وتراجع تدفق باقي السلع القادمة من ليبيا، وكسدت تجارة أهالي بنجردان. أما على الصعيد الرسمي فقد أمرت وزارة الدفاع التونسية برفع درجة اليقظة ونشرت مزيدا من التعزيزات العسكرية على طول الحدود الجنوبية، فما آلات حرب طرابلس لا تزال غامضة ويخشى من تحولها إلى حرب شاملة في باقي المدن المجاورة للعاصمة. ازدادت أعداد الليبيين الوافدين على تونس هربا من الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، فالوضع الأمني هناك مهدد بمزيد من التصعيد. وضع أمني يؤثر على الداخل التونسي وخاصة على المناطق الحدودية، خاصة من الناحية الاقتصادية. مراد الدلنسي من معبر رأس جدير على الحدود الليبية التونسية الميادين. مدير الإعلام الخارجي في حكومة بنغازي ليبيا مالك الشريف رأى أن الصراع الحقيقي في ليبيا هو سياسي. وفي نشرة سابقة على الميادين أضاف الشريف أن القوات المسلحة الليبية يقودها شخص واحد فقط هو المشير خليفة حفتر، بينما الجهات الأخرى هي جماعات فئوية تتبع المصالح والمال.
السراج لا يملك قوة حقيقية فعلية تتبع زي السراج، فكل المجموعات المسلحة في مدينة طرابلس وحتى السياسية منها هي لا تحتكم لكلمة فايز السراج ولا تأتمر بأمر فايز السراج، ربما هي بعض الشخصيات وبعض المسلحين وبعض العناصر السياسية منها والعسكرية منها هي تحتكم لآراء أخرى ولمصالح أخرى سياسية ومناطق شهوية وغيرها من الأمور كالأموال و بعض الدول الأخرى، ولكن الطرف الآخر وهو القوات المسلحة هي تحتكم لأمر شخص واحد ولقيادة واحدة ولتعليمات واحدة. مستمرون بتقديم نشرة الثامنة صباحا وفيها بعد فاصل قصير. عدد شهداء هجمات سريلانكا يجاوز 350. جديد، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا متهما بالإرهاب على حد قولها. وأفادت المعلومات بأن 32 منهم أعدموا على خلفية انتمائهم المذهبي ومعظمهم من أبناء المنطقة الشرقية وبينهم رجال دين. أوضحت الوزارة أن عمليات الإعدام جرت في 5 مناطق مختلفة هي العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية. في اتصال هاتفي مع الميادين قال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي إن الحكومة السعودية أثبتت أنها لا تتجاوب مع كل الدعوات إلى العدل والإنصاف وذلك بعد حملة الإعدامات الثانية في عهد الملك سلمان. هو للأسف الشديد لا توجد أي يعني مؤشرات أن الحكومة السعودية ستقف عند هذه الجرائم. هي تشعر اليوم داخليا أن المجتمع المدني يعني مكتسح تماما ومستأصل ولا يوجد في الداخل من يقف. أيضا الأهالي في موقف ضعيف على المستوى الدولي. هي اختبرت بعض الآليات الدولية في كثير من القضايا، قضايا اليمن، قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، التعذيب، لم تجد أن الآليات الدولية أو شعرت أن الآليات غير قادرة على تشكيل رد. أيضا من جانب آخر هناك كما تعرفون حماية أمريكية ومن بعض الدول الأخرى، بالتالي الحكومة السعودية تشعر اليوم أن لديها فسحة لتنفيذ مثل هذه الانتهاكات. أعلنت الأمم المتحدة أن 250 ألف شخص قتلوا في اليمن بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء. ووفق تقرير نشرته الأمم المتحدة فإن الصراع في اليمن يمحو مكاسب أكثر من عقدين كاملين من التنمية البشرية وأنه إذا ما انتهت الحرب عام 2020 فإن معدل التراجع في مكاسب التنمية سيتراجع نحو 26 عاما أي ما يقارب جيلا بأكمله. رؤية وطنية شاملة أقرها المجلس السياسي الأعلى في صنعاء لبناء الدولة اليمنية الحديثة. ما هي هذه الرؤية وما هي مضامينها؟ أحمد عبد الرحمن. 175 هدفا استراتيجيا حددتها صنعاء لبناء الدولة اليمنية الحديثة ضمن رؤية وطنية شاملة أقرها أخيرا المجلس السياسي الأعلى. الرؤية تضمنت محاور مختلفة لمواجهة 39 تحديا يعيشها اليمن، وسيجري العمل على تحقيق أهدافها على 3 مراحل زمنية حتى العام 2030. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تتكون من 12 محور، أهمها المحور السياسي، المصالحة السياسية الشاملة والحل السياسي، والمحور الاقتصادي، ومحور إدارة منظومة الحكم، وهناك محور التعليم، محور الصحة، محور البيئة، كذلك محور الأمن القومي والسياسة الخارجية. كل هذه المحاور تركز على خدمة المجتمع. رؤية طموحة تهدف إلى بلوغ اليمن مع نهاية 2030 مستويات متقدمة بين دول العالم وإلى تحقيق قفزات نوعية على مختلف المجالات والقطاعات والوصول إلى مستوى يرضي المواطن عن الخدمات الحكومية. هذه الرؤية تلبي كل هذه التطلعات وهذه الآمال، وهي في الحقيقة مشروع الشهيد الصماد رحمة الله عليه، استمر عليه الرئيس مهدي المشاط وكل القوى السياسية الوطنية.
بمباركة زعيم أنصار الله ومشاركة غالبية القوى السياسية والوطنية والعلماء والمثقفين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، أعدت الرؤية وخرجت إلى النور، ويأمل اليمنيون أن يروها تترجم على أرض الواقع. رغم الكثير من المآخذ على الرؤية الوطنية والنظر إليها كرؤية خيالية أحادية تقفز على الواقع وتمثل طرفا بعينه واتجاها واحدا، إلا أنها بحسب السياسيين عبرت بأهدافها ومضامينها عن آمال اليمنيين وأحلامهم وطموحاتهم بمختلف شرائحهم. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. السفير الإماراتي في المغرب علي سالم الكعبي يغادر الرباط بناء على طلب سيادي عاجل من السلطات في أبوظبي بعد أقل من سنة على تعيينه، في خطوة تكمل صورة توتر العلاقات المغربية الإماراتية، ولا سيما بعد جولة خليجية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الشهر الجاري لم تشمل الإمارات. فاطمة قاسم. ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها العلاقة بين الرباط وأبوظبي منعطفا جديدا. الأزمة المستترة سبق أن ظهرت إلى العلن حين قرر المغرب في شباط فبراير الماضي استدعاء سفيريه في أبوظبي والرياض للتشاور في انعكاس لعرض قناة العربية السعودية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها تقريرا عن الصحراء الغربية يدعم مزاعم بأن المغرب غزاها بعد أن غادرها المستعمر الإسباني عام 75 من القرن الماضي. الرباط رأت في الأمر محاولة للإساءة إلى السيادة المغربية لا يمكن التسامح بشأنها. السياسة والرياضة والاقتصاد هي عناوين التدهور الخفي والبطيء للعلاقات. لم ينضم المغرب إلى النزاع الخليجي أثر الوقوف على الحياد فيما يتعلق بحصار قطر، خطوة أتت بحسب مراقبين على خلفية مساعدات عسكرية سعودية وودائع مالية لم تحصل عليها الرباط من الرياض لتحسين اقتصادها. If you vote in favor of Morocco, press Morocco beat. وازدادت العلاقات برودة حين اختارت أبوظبي التصويت ضد الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026. خيبة أمل الرباط بعدم الظفر بالتنظيم في مقابل الملف الأمريكي الكندي المكسيكي المشترك تحولت إلى غضب من الإمارات والسعودية والأردن في أمر عده المغرب طعنة في الظهر وخروجا عن التضامن العربي. ومع تغير المعطيات جمدت الرباط مشاركتها العسكرية في حرب اليمن بالتزامن مع أزمة السفراء. الرباط الرافضة لتقديم مواقف بحسب الطلب لم تقبل انقلاب الحلفاء وتوالت محطات التصعيد معهم، فهل هي سحابة عابرة أم بوادر قطيعة؟ إلى 359 شهيداً ارتفعت حصيلة التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية الأحد الماضي، وذلك بعد وفاة عدد من المصابين متأثرين بجراحهم. رئيسة وزراء نيوزيلندا استبعدت وجود رابط بين تفجيرات سريلانكا والهجوم على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا. من جانب آخر أكد رئيس وزراء سريلانكا إجراء تحقيقات حول علاقة داعش بالهجمات، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية دلت على وجود روابط مع جهات خارجية وأن التنفيذ لم يكن على مستوى محلي فقط. رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة انتهت يوم الثلاثاء لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الأخيرة إلى الكونغرس. بالرغم من إعطائه مهلتين كرر ترامب حجته التي استند إليها خلال حملته الانتخابية بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب، وما قد يهدد بإثارة معركة قانونية من المتوقع أن تصل إلى المحاكم.
وإلى جنوب الصومال، حيث حررت القوات الحكومية مدعومة من القوات الأفريقية عدة مدن ودفعت حركة الشباب المعارضة إلى التراجع. هذه التطورات تزامنت مع إلقاء القوات الحكومية في مقديشو القبض على مشتبه فيهم بانتمائهم إلى حركة الشباب، كانوا يستهدفون ضرب أمن العاصمة. شافعي محمد. بين مد وجزر تتحرك الحكومة الصومالية عسكريا في جبهات القتال وبدعم من القوات الإفريقية ضد حركة الشباب في جنوب الصومال. فرضت القوات الحكومية سيطرتها على مدن تبعد 40 كيلومترا عن مقديشو لتحسين وقع الأمن عند مداخل العاصمة التي شهدت تفجيرات متلاحقة في الآونة الأخيرة. الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو زار الجبهات الأمامية لرفع معنويات القوات الحكومية وللعمل على تحرير مزيد من المدن الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين. سنواجه المتشددين وسنطاردهم في كل مكان حتى نقضي على جذورهم. لن نسمح لهم بعد اليوم بتنفيذ مخططاتهم لاستهداف المدنيين عبر سيارات مفخخة. في موازاة ذلك تشهد العاصمة مقديشو طوقا أمنيا، حيث قطعت السلطات الصومالية الشوارع الرئيسية بحثا عن منفذين محتملين لهجمات انتحارية، كما أحبطت محاولات لضرب أمن مقديشو باستهداف مقار حكومية وفنادق. خلال العمليات الأمنية ألقي القبض على عدد من المنتمين إلى حركة الشباب، كما أحبطنا هجمات انتحارية وفككنا عبوات ناسفة كانت تستهدف المدنيين في شوارع مقديشو. على الرغم من تحسن الوضع الأمني، فإن الحكومة الصومالية تواجه تحديات كثيرة في بسط نفوذها وسط وجنوب البلاد، أبرزها تأخر صرف رواتب جنودها إلى جانب قلة الإمكانات العسكرية وعدم قدرة القوات الصومالية على التحرك عسكريا من دون مساندة من القوات الأجنبية لمواجهة مقاتلي حركة الشباب. تخوض الحكومة الصومالية منذ 10 سنوات حربا مفتوحة مع حركة الشباب دون أن تحقق تقدما عسكريا يقضي على نفوذ الحركة نهائيا، ما يفاقم أوضاع المتضررين من الحرب تارة وتداعيات الجفاف تارة أخرى. شفيع محمد، مقديشو، الميادين. يواصل ناشطو مكافحة التغير المناخي تحركاتهم الاحتجاجية في لندن وإغلاق بعض شوارع العاصمة إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات تحد فيها من التغير المناخي. وكانت الاحتجاجات قد تسببت في عرقلة حركة النقل طوال أيام في أهم الشوارع التجارية والحيوية في العاصمة البريطانية. موسى سرور. الناشطون في مكافحة التغير المناخي يحتلون شوارع العاصمة لندن ويعلنون العصيان المدني السلمي. لا مزيد من الوقت، فكوكب الأرض في رأيهم يتجه نحو الزوال في حال عدم اتخاذ الحكومات إجراءات فعالة تحد من الانبعاثات الضارة التي ترفع درجة حرارة الأرض إلى الصفر بحلول عام 2025. الحكومة لا تؤدي دورها في حماية الشعب من التهديد البيئي المميت. نحن نتظاهر هنا قبل وقوع الكارثة والانهيار البيئي، حيث تتسارع وتيرة انقراض الحيوانات ووصلت إلى أكثر من 1000 مرة من سرعتها المعتادة. إذا لم تتحرك الحكومة بنحو جدي سنعود مجددا إلى الشارع. ليس أمامنا أي خيار آخر، على الحكومة أن تعالج الأزمة البيئية. 7 أيام والناشطون البيئيون مستمرون في عصيانهم حتى يلتفت العالم إلى خطورة أزمة انقراض البشرية عن كوكب الأرض. فناشطو مكافحة التغير المناخي أعلنوا استعدادهم للتفاوض مع الحكومة من دون التخلي عن عصيانهم، بل إنهم منعوا النواب من دخول البرلمان حتى تتحقق مطالبهم، وهي إعلان الحكومة حالة طوارئ بيئية وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن إنشاء مجلس للمواطنين لوضع خطة طارئة لمعالجة الانهيار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. نحن اليوم مسؤولين بتغيير كامل للسياسات وليس بتعديل السياسات، وربما تغيير الأنظمة الرأسماليات الجشعة والمتوحشة اليوم عم تستهلك موارد الأرض بطريقة عم تخل بكل توازن الكوكب. اليوم نحن مش بس الأنواع معرضة للانقراض، بما فيها الإنسان اليوم معرض للانقراض.
الشرطة البريطانية تعاملت مع الاحتجاجات بحزم حيث اعتقلت نحو 1000 متظاهر، كما شددت على أن المتظاهرين لن يسمح لهم بمواصلة التظاهر إلا في منطقة واحدة في مأرب العرش، لكنها لم توضح كيف ستنقل مئات المحتجين الموجودين في 3 نقاط وسط لندن. أقصى ما يريد هؤلاء المتمردون هو أن يدرك العالم مدى خطورة التغير المناخي وأن تنهض الشعوب ضد الحكومات والشركات الكبرى لكي لا يحصل تخريب البيئة بصمت، فضلا عن إمكانية أن يؤدي الصراع على السلطة والمال إلى انقراض البشرية على المدى البعيد. موسى سرور، لندن، الميادين. تشتهر يالطا بكثرة الأبنية والقصور القديمة والتاريخية، ولكل معلم تراثي حكاية لا تنتهي، منها قصر الحاكم العام لروسيا الجديدة في القرن 19. التفاصيل مع موفدنا إلى يالطا عبد الله ظاهر. هو قصر ميخائيل فورونتسوف حاكم روسيا في القرن 19. يرتفع هذا القصر على تلال إحدى قرى يالطا في شبه جزيرة القرم الروسية. شيد هذا القصر الجميل على يد مهندس معماري يدعى إدوارد بلور، الذي شارك في تصميم قصر باكنغهام في لندن وبناه نحو 10,000 جندي. هو قصر تاريخي يعود بناؤه إلى مئات السنين، وقد بني مكان قلعة تركية قديمة. يستقطب هذا القصر سنويا عشرات الآلاف من السياح نظرا إلى تاريخه ولكونه قصرا لأحد حكام روسيا العظماء، لذا نسعى دوما للحفاظ على جماليته من الخارج والداخل. تحول هذا القصر المبني وفق الطراز المعماري المغربي إلى متحف رائع يقصده السياح من مختلف الدول. يحوي نحو 150 غرفة، لعل أهمها تلك التي فيها لوحة لفورونتسوف نفسه، فيما تزينت واجهات شرفاته الست بشعارات منقوشة باللغة العربية كتب عليها: لا يوجد منتصر إلا الله. القصر جميل جدا، إنه من الخارج ساحر نظرا إلى طريقة بنائه، ومن الداخل أيضا، لأن أغلبية المقتنيات الموجودة فيه لا تزال على حالها، من اللوحات والطاولات والساعات والمرايا والكراسي، ولافت أن حالتها جيدة وممتازة رغم قدمها. تبدو يالطا فخورة جدا بهذا النصب التاريخي الرائع والهندسة المعمارية الفريدة في نوعها. وفق نمط إيطالي للزخرفة، فهنا طاولة للاجتماعات وأخرى لتناول الطعام، إضافة إلى صور زينت الجدران لتحكي عن تاريخ وحقبة من الزمن الروسي. تتنوع المعالم السياحية والثقافية هنا في يالطا، منها هذا القصر، قصر فورونتسوف، الذي يزوره السياح كل موسم سياحة واصطياف. عبد الله ظاهر من مدينة يالطا، الميادين. رفعت الستارة عن نموذج من سقف محراب معبد بيلا التدمري في المتحف الوطني بدمشق. النموذج قدمه آثاريون إيطاليون هدية لسوريا دعما للتراث السوري. محمد الخضر. احتفالية رمزية بآثار تدمر في المتحف الوطني بدمشق. آثاريون سوريون وإيطاليون في لقاء يكمل تعاونا طويلا في التنقيب والترميم وتوثيق ما دمره الإرهاب. تعاون يتوجه عرض نموذج محراب معبد بيلا التدمري بتصنيع إيطالي وترحيب سوري. نشكر البعثة الإيطالية لما قدموه من تعاون جميل اتجاه محراب سقف محراب معبد بيل، حيث يعود للقرن الرابع قبل الميلاد. تم تصنيع النسخة المعروضة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع مؤثرات لونية ومواد تقليدية لإعطائه الطابع الأثري القديم. جهد توثيقي يمهد لعمليات ترميم ضخمة. نقترح توثيق المباني الأثرية التي دمرها داعش في سوريا والعراق. استطعنا عبر التوثيق تصنيع نموذج بالطباعة ثلاثية الأبعاد لمحراب معبد بيل، لكن الترميم النهائي للآثار المتضررة قرار تتخذه سوريا والعراق. أضرار كبيرة لحقت بالآثار السورية تدميرا ونهبا خلال سنوات الحرب،
الجيش السوري تمكن من استرجاع آلاف القطع، فيما نجحت مديرية الآثار السورية بحماية عشرات الآلاف من القطع ومئات المواقع. هو رسالة من الشعب الإيطالي ومن الحكومة الإيطالية أيضا إلى شعبنا الذي حمى هذه الآثار وإلى جيشنا الذي أعاد يعني حتى الآن حوالي 20,000 قطعة أثرية من المناطق التي تم تحريرها. هي رسالة صداقة ودعم ومحبة من الشعب الإيطالي إلى شعبنا. يزيد طول نموذج محراب معبد بيلا التدموري على 4 أمتار، وعرضه 1.5 متر، ووزنه 190 كيلوغراما. وسبق له أن عرض في روما ومقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ومبنى اليونسكو في باريس. الاحتفال بعرض مجسم المحراب الشمالي لمعبد بيلا التدموري يحمل أملا كبيرا بالانتقال من توثيق الكنوز الأثرية السورية إلى البدء بالترميم الفعلي، ترميم يتطلب إمكانات فنية رفيعة المستوى. محمد الخضر من المتحف الوطني بدمشق، الميادين. في بقعة جغرافية صغيرة المساحة في مدينة غزة تحتضن مزرعة بين جنباتها أنواعا مختلفة ونادرة من نبات الصبار. التفاصيل مع لنا شاهين. نحن هنا في مزرعة للصبار، مشهد غير مألوف في غزة عمرها يمتد لأكثر من 20 عاما. نبات الصبار هذا جاء من وراء البحار وانتهى به المطاف هنا في غزة. فلماذا غزة يا أستاذ هشام؟ طبعا لماذا غزة؟ لأنه غزة يعني زي ما تقولي جوها مناخها كويس للصبار وللعصريات، للنبات هذا كويس يعني بعيش فيه الصبار. وكمان غير هيك أخرى التربة تبعت غزة كويسة جيدة للصبار، لنبات الصبار. من أي البلدان جئتم بهذه النباتات؟ طبعا من أمريكا الجنوبية ومن أمريكا الشمالية ومن المكسيك ومن أفريقيا ومن مصر. فوتنا زمان قبل 20 سنة أو 23 سنة فصلات صغيرة، طبعا كبرنا وصرنا ناخذ منه بذور وصرنا ناخذ منه فصلات لما صارت عندنا الكميات هذه. مساحة هذه المزرعة طبعا 20 دلم، طبعا فيها عدد النبات اللي هو نبات الصبار مع العصريات مع الأدينوم 3000 نوع. واجهتنا صعوبات كثيرة، كان يموت معنا كثير صبار. مع الزمن ومع الأيام ومع السنين اللي عشنا مع الصبار وعاش معنا، عرفنا كيف نتعامل مع الصبار، عرفنا كيف نسقيه، عرفنا إيش الكيماوي اللي بده إياه، عرفنا الجو اللي بده إياه. زي هيك مكان حمام نايلون دافئة تكون عليه. تعلمت من الصبار الصبر، لأن الصبار زي ما تقول بتعرف يعني بصبر على العطش، بصبر على الحياة الصعبة. وإحنا برضك كمان يعني في قطاع غزة يعني صبرين على الحياة الصعبة، علشان هيك يعني أنا بهوى الصبار. ربما هذا هو سر غزة. ربما أيضا تكون هي غزة تتعلم من الصبر وتقول دائما يا صبر زدني من صبرك على صبري صبر. مهرجان التوليب السنوي في مدينة مورج السويسرية علامة فارقة لهذه المدينة الواقعة على أحد منحدرات جبال الألب، خليط من الألوان الزاهية والأشكال المختلفة لهذه الوردة. الزميل موسى عاصي زار المهرجان وعاد لنا بهذا التقرير. 120,000 زهرة توليب مزروعة في هذه الحديقة في مدينة مورج السويسرية على شاطئ بحيرة ليمون الفاصلة بين سويسرا وفرنسا. هذه الزهور موزعة على 320 صنفا مختلفة الأشكال والألوان، لكن التوليب بشكلها التقليدي ذات اللون الناري تبقى المفضلة لدى رئيس مهرجان التوليب في مورج السيد بيزانسون. هذه الزهرة بالنسبة إلي هي ملكة التوليب، فشكلها تقليدي لم تدخل عليه تعديلات جينية، وأكثر ما يعجبني فيها هو لونها الاستثنائي الناري المتدرج بين الأصفر والبرتقالي. هذه الأحواض الزاهية الألوان والمختلفة الأشكال يصممها وينفذها كل عام طلاب المعهد الزراعي لمدينة مورج السويسرية. تصاميم هذه الأحواض يضعها الطلاب المبتدئون في المعهد الزراعي لمدينتنا، وتختار لجنة تحكيم خاصة أفضل 10 تصاميم لتطبيقها هنا.
لدينا هنا شكل بعيد جدا عن الشكل التقليدي للتوليب، ونختار هذه الأشكال بهدف التنويع والتمييز بينها وبين الزهرات التقليدية. نحن على مسافة قريبة من جبال الألب، ماذا يعني بالنسبة لكم هذا الزواج ما بين جبال الألب والتوليب؟ بانوراما جبال الألب تشكل جزءا حاضرا بقوة في المشهد العام لهذا المهرجان، وعادة ما تمزج بين صور الزائرين زهرات التوليب الملونة وهذه الخلفية الرائعة للجبال. مهرجان التوليب في مدينة مورج هو الأضخم على المستوى السويسري، أما على المستوى العالمي فتبقى تركيا في المرتبة الأولى حيث تعرض ملايين الأزهار، تليها هولندا في المرتبة الثانية. أنا موسى عاصي من مهرجان التوليب في مدينة مورج، إلى اللقاء. تذكير بالعناوين: موسكو وبكين ترفضان القرار الأمريكي ضد إيران، وطهران تؤكد أن واشنطن لن تنجح في تصفير صادراتها النفطية. نحن لم نيأس من الاتصال ومن الحوار. البرهان يؤكد مواصلة السعي للحوار مع القوى المدنية، والمعارضة تتهم القوات الأمنية بمحاولة فض اعتصامها بالقوة. قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في سلفيت. رئيس أركان الجيش الجزائري ينتقد رافضي مبادرات الحوار ويحذر من دفع البلاد إلى الفراغ والعنف. السعودية تنفذ حكم الإعدام ب37 شخصا بسبب انتمائهم المذهبي. الأمم المتحدة تعلن مقتل 250 ألف يمني في حرب التحالف السعودي. تفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.